القوة الجوية العراقي يودع بطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته بهدف دون رد من نادي مومباي الهندي. هذه المباراة التي شهدت الكثير من اللغط الذي تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك هذه النتيجة ليحتل نادي القوة الجوية المركز الثالث وليودع المنافسات. فنشاهد معكم هذه الصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية من المباراة التي جمعت الفريقين، فنشاهد.